تمام. ومن هنا نروح بقى لتشكيل النادي الاهلي المتوقع، اللي هو طبعا من وجهه نظري الشخصيه اكيد مش بنقول نحرق حاجه، بتتفرج علينا انت كل يوم مع هذا التشكيل من وجهه نظر بالظبط ايشو بعيدا عن اي حاجه مش قوات الاهلي. طبعا حارسنا علي لطفي اللي نتمنى طبعا كل التوفيق، لان هو لازم يكون مباراه عمره، يعني احنا ننتظر منه ان شاء الله بكره يكون في قمه تركيزه، لانه المباراه دي هتكون بجد مهمه جدا في تاريخه. وخلي بالك علي لما بيتحط تحت ضغط في مباراه الزمالك مثلا، بالظبط انقذ بلانتي وانفراد افضل لاعب في المباراه في 6 يارد، مباراه الزمالك اللي انقذ فيها ركله الجزاء، وانقذ فرصه بعدها في تقدمنا امام ممتاز. برافو عليك، ده فرصه دي من الحاجات الصعبه جدا، فرصه سريع المباراه كله. فاحنا بالظبط احنا منتظرين منه بقى اداء من النوعيه دي. بالظبط. عندنا 3 4 3 المفضله بتاعتنا حاليا، عندنا ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم الدولي المنضم لينا عائد يعني، ورامي ربيعه ده ثلاثي الدفاع. بعدين عندنا محمد هاني وعلي معلول، مفيش خلاف على دول، لكن هنختلف بقى هنا لاني شايف انه حمدي فتحي واليو ديانج، وهنريح الثلاثيه شويه في الشوط الاول. تمام. والثلاثي الهجومي هو مفيش خلاف طبعا اظن يعني على وجود طاهر وشريف واحمد عبد القادر، اللي هو طمنا الحمد لله ان هو سليم. ليه انا هنا بقول نريح السوليه بره شويه؟ اولا السوليه اصلا مش جاهز 100%، يعني شفناه بعد طبعا هو كان من اللعيبه الاساسيه، هو اصلا كان رايح مصاب، يعني السوليه يا جماعه لو نفتكر ماتش نيجيريا ما لعبش عشان هو كان مصاب اصلا، فهو الراجل تحامل على نفسه واستعجل عودته عشان يلحق مع المنتخب، فرجع بعد طبعا المباراه النهائيه وكده، ورجع ما قدمش اللي عنده لان هو الراجل مش جاهز بدنيا. فاذا انا ليه اضغط عليه وانا اصلا مش محتاج، لان انا دلوقتي هقول السيناريو اللي انا اتمناه واتوقع انه يحصل اصلا، انه احنا مش هنبدا المباراه بجيم هجومي، لا احنا هندافع برضو، مش هنبدا من حيث يعني خلينا نتكلم برضو عشان الناس ما تفهمش غلط، ان احنا نبدا ندافع مش دفاع، ان احنا يعني لا مش مش لمجرد الدفاع، مش هدف الدفاع، التحولات الدفاعيه بالظبط، نتكلم على ان احنا ممكن جدا حمدي فتحي وألي ديانج بيكون افضل، وعمرو السوليه ورقه معاك يعني بالظبط كده، انت اصلا ما عندكش غير يعني انت اللعبه الثقيله اللي فعليا عندك دلوقتي هيكون عندك عمرو السولية وليد سليمان وحسين الشحات. ولكن هنا يا كابتن معلش عشان برضو قد يكون هناك اختلاف في الأسماء عشان نبقى عارفين طبعا الرسمي هنعرفه بكرة، لكن يعني امبارح مثلا أنا كان معايا ثابت كان بيقول إن هو هيلعب بحمدي فتحي ورا ورامي ربيعة هو اللي هيريح وعمرو السولية هيبقى مع أليو ديانج، وبالتالي هو ده كل افكار، وحتى يعني موسيماني دايما بيفكر بطريقه ممكن جدا يلعب بثلاثه من ضمنهم حمدي فتحي ويلعب بعمرو السوليه ويلعب بأليو ديانج، بس الفكره انه اعتقد ان ده الاقرب، اعتقد ان حمدي هيبتدي مهم، حمدي اكيد طبعا انا رايي يعني مهم جدا حمدي، ورا حمدي في العمق بالذات بيدي تقل للاثنين، هيلعب عبد المنعم اول مره يلعب مع الفريده، ودي نقطه برضو لازم الناس تلتمسها، عبد المنعم ده اول مباراه هيلعبها خلي بالك، ما هو عبد المنعم كان اول مباراه هيلعبها مع المنتخب بالظبط، بس خلينا نتكلم ان عبد المنعم لو لعب اعتقد يبقى سيرد باك ناحيه اليمين، مش ما يبقاش في النص يعني مظبوط، كمان النص اعتقد حمدي اقوى وهيكون اتقل في الجزئيه دي، هو انا هو انا كل اللي يهمني انه الناس يعني حير اللي يعني الاهلاويه بالظبط الاهلاويه، فاحنا اللي يهمنا كله اصلا هو عمق الملعب، لان زي ما احمد قال هو الفريق ده عنده قوه ضغط رهيبه، هو كل تركيزه في نص الملعب بيضغط من العمق وبيخترق من العمق، فاحنا عايزين نقفل النقطه دي، فعندنا الاثنين دول اهم لعيبه عندنا عشان يقفلوا المركز ده، وبعدين هيكون عندنا السيناريو اللي انا متصوره، هو ما هوش اسلوب دفاعي لمجرد الدفاع، ما هو انت تشيلسي نفسه اصلا كسب بطوله دوري ابطال بالدفاع، يعني هو فكره اللي هو الاسلوب الدفاعي ده ما هوش عيب يعني، لا بالعكس انت في مقوله ديفنت وين يعني دافع كويس عشان تكسب، وبعدين انا الفكره هنا برضو أليو ديانج على فكره عمل اسيستات برضو، يعني هو مش كتير، هو عمل 7 اسيستات مع الاهلي في اكتر من 103 مباراه، لكن في الاخر هو الراجل برضو لما الماتشات اللي هو انت بتلعب فيها على المرتده، يعني ماتش سان داونز، ماتش الترجي، ماتش الوداد، عمل لو نفتكر مثلا عمل مرتده من الناحيه دي بالظبط كده لحسين الشحات، كوره ثانيه لمحمد شريف كان اخترق وبيزيد، حتى الماتش اللي فات برده مع بالميراس اخترق من العمق وعدى كده كام لاعب، لكن للاسف اتقطع منه في الاخر او طلعت ركنيه، فاذا هو عنده القدره دي بالزياده طبعا، بيزيد احيانا بيسدد زي ما شفنا في الزمالك واحيانا بيباصي، فهو ان شاء الله برده عنده الحته دي، يعني الحته اللي هو ايه البوكس تو بوكس شويه، هو ما عندوش اللي هو العقل بتاع السوليه، اكيد السوليه صانع لعب يعتبر، لكنه عنده برضه حته الباص اكتر من كمان حمدي فتحي،
فاذا احنا هنا عندنا العنصر نص الملعب هو نقطه قوتنا، واحنا هنعتمد طبعا على المساحات اللي ورا دفاعهم، خصوصا بقى الظاهرين هم هيبقى متقدم. هو خد بالك هو اصلا عمل صفقات، يعني الفريق اصلا قيمه السوقيه بتاعته 60 مليون استرليني مقابل 30 مليون، يعني هو ضعف القيمه السوقيه النادي الاهلي. فهو عامل صفقات قويه جدا عشان هو كان اصلا عايز ياخد البطوله اساسا، هو جاي ياخد البطوله. لكن احنا دلوقتي احنا عندنا العنصر بقى بتاع الفانيلا الحمراء. احنا بجد اللعيبه عندنا اصلا معظمهم وطنيين، معظمهم يعني مصريين، ماهوش محترفين، ما عندناش حتى عندنا غير دلوقتي ديانج ومعلول. لكن في الاخر احنا عندنا اللعيبه مطالبه انها تفرح المصريين، خصوصا المصريين مغتربين، يعني دي رسالتي للعيبه بجد. يعني اللعيبه اكيد حضراتكم عارفين ان هو المصريين في السعوديه والخليج طبعا بيحب اول ماتشات دي ان هم يفتخروا بناديهم، خصوصا ان احنا طبعا تاريخنا امام ما خسرناش مباراه رسميه امام حتى البطوله العربيه يعني امام الهلال. فان شاء الله نحافظ على السجل ده وتكون برضو الانتصار الثالث بكره ان شاء الله. طيب حنفي برضو اذا كان هناك مقارنه نقدر نعملها، فمش هنقدر نعمل مقارنه ما بين الفريقين، لانه الحقيقه الفريقين كل واحد بيلعب في قاره وكل واحد بيلعب في دوري وكل واحد. ولكن لو قلنا مقارنه ما بين الفريقين في ارقام في ارقامهم في هذه البطوله اعتقد هتبقى عادله شويه. معانا ارقام يا كابتن الفريقين في البطوله. انت عايز تعمل حاجه الاول هنا في النقط دي؟ انا عندي بس تعليق على تشكيل النادي الاهلي. انا عندي ان في الوسط ليه لازم عمرو السوليه في الماتش ده؟ لان الاهلي غالبا هيلاعب الهلال، ان انا هدعي للضغط وهلعب من وراه في المساحات الخلفيه، لان هو بيلعب البلوك بيقدمه قدام شويه لنص الملعب. فاذا وجود عمرو السوليه في نص الملعب مهم، لان عمرو السوليه من اليو ديانج وحمدي فتحي هو اللاعب الوحيد القادر ان هو يلعب لك لونج بول متقن في توقيت مهم. ودي قيمه عمرو السوليه في نص الملعب، مطور لشكل الهجمه بشكل غير عادي. وهم بيلعبوا هاي بريس، يعني بيقدموا البلوك لقدام، فدايما وراهم مساحات. محتاج جدا للعب لعب اللونج بول، بيلعبها ثلاثه في الاهلي بشكل هايل جدا، ايمن اشرف ومش موجود، علي معلول وموجود، وعمرو السوليه. فانا من وجهه نظري صعب تخسر اللاعب اللي بيلعب لونج بول بشكل هايل في نص الملعب في جيم زي ده. فوجود عمرو السوليه في الماتش ده مهم. عمرو السوليه لاعب بيفرق في شكل الهجمه بتاع النادي الاهلي، في خروج الكره نفسه بيفرق. في ظل عدم وجود عمرو السوليه الاهلي تحت ضغط بيكون عنده مشكله في الخروج بالهجمه. فوجود عمرو السوليه في نص الملعب قدام الهلال من رايي انا مهم جدا، مهم جدا جدا. هو السوليه 100% اكيد مفيش تفكير، يعني هو السوليه هيلعب كلها وجهات نظر، وعلى حسب طبعا زي ما بنقول طبعا كلها وجهات نظر وكلنا بنتكلم، لكن اكيد بيتس موتسماني عنده السيناريو، عنده طبعا الفكره في دماغه. كمان اطمنا على احمد عبد القادر، لان كمان ده لعيب مميز جدا، ان شاء الله يكون له دور كمان مهم بكره ان شاء الله في المباراه اكيد. يعني بالاضافه لمحمد شريف يا كابتن، محمد شريف طبعا من وجهه نظري مهم جدا يا ابني. شريف طبعا حاليا مش معاك مهاجم سترايكر تسعه يعرف يشتغل في الصندوق غير شريف. الماتش اللي فات كان عندنا مشكله في وجود طاهر بيتحرك بره الصندوق كتير، بيلعب بره الصندوق كتير. كان ثلاث كروسات في الشوط الاول في ماتش بالمراس لعلي معلول، الثلاثه ما فيش ولا واحد في الصندوق من النادي الاهلي. دي مش عشان حاجه، عشان طاهر دايما بيخرج يشتغل بره الصندوق. عشان احنا كنا عايزين الوينج رايت او الوينج ليفت بالظبط كده. وجود شريف بيعمل لنا ازعاج في الصندوق. شريف لاعب هداف، لاعب بيعرف يجيب جون، لاعب بيعرف يشتغل في الصندوق بشكل هايل جدا، ولاعب كمان خلي بالك النقطه بتتكلم عليها بيقدر ياخد الكوره من ورا المدافعين بشكل كويس بالظبط كده. يعني هو لاعب بيعرف كرات كتيره جدا، ايمن اشرف عملها له كتير جدا، عمرو السوليه. كابتن هاني ان بكره اللعب، يعني انت لو كسبت الهلال ان شاء الله بكره هتكسبه باللعبه اللي حضرتك بتقول عليها، الجزئيه ديت انك تلعب ورا خط الدفاع بتاعهم. هم طريقه لعبهم كده هاي بريس، بيلعبوا وبيسيبوا مساحات كبيره جدا في ظهرهم. يعني انا ما اعرفش، انا اتفرجت على المباراتين دول وكنت بتفرج، انا بتفرج على الهلال يعني في مباراه الدوري السعودي بس، يمكن فاتني كام مباراه. لكن لا الهلال بيلعب من ساعه 20 جون في 17 ماتش يا كابتن. نعم 20 جون في 17 ماتش بالظبط، نسبه كبيره قوي من الاهداف فعلا بسبب ان البلوك دايما بيكون واقف هنا بالظبط كده في الجزئيه دي كده. فدي مشكله. محمد شريف بيعرف يتحرك في الحته دي كويس، بيعرف يسرق ورا المدافعين كويس. فوجود شريف بكره في منتهى الاهميه، وجود عمرو السوليه في نص الملعب ده شيء بشوفه احد اهم المفاتيح اللي لازم تكون موجوده بكره. حمدي فتحي مش هينفع اخسره في جيم زي ده، لان حمدي فتحي لاعب مجتهد قوي، لاعب تقدر تراهن عليه لاخر دقيقه بدنيا. فوجود حمدي فتحي في العمق لا هو عامل مهم قوي قوي ان هو يكون موجود في قلب الدفاع عندي في ظل غياب بدر بنون وايمن اشرف.